باهي، نسألوك كمواطنة تونسية وتحديدا كمرأة تونسية اليوم، كيفاش ترى في مستقبل البلاد؟ واضح بلادنا ماشية نحو الأحسن، ثم تحسن ثم تقدم، متفائلة، كيفاش ترى؟ وإلا مستقبل غامض ماك فاهمة حد شيء؟ والله سامحني، والله من ناحية البلاد باش تكون واضحة مليح مليح مازالت مش واضحة، على خاطر نحن كلنا في غموض، يعني الاسعار هاك تشوف فيها والمعيشه تشوف فيها والحياه، فما اللي يخلط فما اللي ما يخلطش، فهمت؟ فما حتى اللي يخلط ويقول لك ما نخلطش، فهمت؟ على وضع البلاد اللي هو كان فيه طويك، باعتبار ان انتخبنا قيس سعيد كالعاده وهو رئيس باهي، انا ما ريتش منه حتى شيء خايب الحق، مي فما حاجات برشا اللي الرئيس قيس سعيد ما تلفتلهاش. كيفاش نعم؟ فهمت؟ كيما وضعية الخضرة، فهمتني؟ المعيشة يعني وضعية الخضرة. فما البطالة، البطالة برشا. فما حتى اللي يعمل مثال مشروع صغير شوف يمشيله شوف ما يمشيلوش، مع القروض مع الأداءات مع اسمها هيك يعني الأداءات هيك، فهمت؟ فهمتني سامحني؟ بريسك يعني كلي الواحد يبقى ديما ناقص ناقص سامح ناقص في كل شيء، فهمتني؟ انا نتمنى من قيس سعيد انه يتلفت لنا يشوفنا، فهمتني؟ يشوف وضعية البلاد، وضعية اللي مستحقة باش تتهز أكثر. أقسمت بالله والله 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 أنا عندي أمي مريضة مسكينة، واحد وعشرين سنة أو 22 سنة وهي قاعدة في نفس البقعة. نمشي للبلدية، نمشي للمعتمدية، نمشي للمرشدة، نكلمها على أمي تقول لي بيه تو نشوفوها تو نعملوها. بكري في عهد يعني بن علي كانوا يجوا ويقيدوا في الاوراق يعني في الكراسه ويقولوا بها يرقلوا لكم ويرقلوا لنا حتى شيء، كان مش من بابا، كان مش من بابا الله يرحمه، كان مش من بابا الله يرحمه، واخواتي اللي معاه وهزوا معاه بابا وذن القفه كما يقولوا فيها، وربي يشهد علينا مفوخ كيفاه، فهمتني؟ يعني عائلة محتاجة صحيت متوسطة نحن حاليا الحمد لله، يعني حاليا تويكا الحمد لله. مي أكل بالرسمي أمي كي مرضت ما لقيتش شكون يهزها معايا. أي الحالة نتاع أمك شنو هي تتطلب بالضبط؟ شنو اللي مطلوب خاصة من السلطة المعنية إنها تتدخل باش تعاون أمك في حالة المرض نتاعها؟ أمي أنديكابي، صارت لها إعاقة من بكري، الكار هي السبب، وما خذتش حقها، راحت ملكة وما خذتش حقها، يعني هذا سبب لها في ساقها تمشي وتتضرر منها تتضرر منها لين ولد ضرر كلي، فهمتني؟ يعني قاعده في نفس البقعة، يعني الإعاقة بسبب حادث، ما كانتش إعاقة معناتها صحيت، إعاقة بسبب حادث مع شوية أنها تجيب صغار وواحد كل شيء، يعني أما مع بعض الظروف، فهمتني؟ أما الصحيح هو سبب حادث، فهمت؟ زينة وعزيزة كانت بكري تروازا، زينة وعزيزة حسيلو ما يعني خدتش حقها، ما تم الجبر الضرر نتاعها، لا 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 ما انتبهناش، بابا ما في بالو ما انتبهش، وامي ما انتبهتش، امي يعني امي ما تدريش ما تعرفش، واحنا صغار وكليكا وما تدريش ما تعرفش كيفاش حقوق، بعدين صارت الحقوق، فهمت؟ حسيلو مش حقها هدر، فهمتني؟ مي مسكينة كل حد الآن لهذه الساعة صدقني قاعدة في نفس البقعة، يعني مرضت مرة أخرى قسمت بالله، مرض جاها عمرنا ما ريناه، جلدها كله تاكل وحالة حليلة، فهمتني؟ الحمد لله
يعطي الصحة للي أنا خدمت، ويعطي الصحة للي وقفوا معايا في الخدمة، ويعطي الصحة زادة لأختي وخويا معرسيني عليك اللي عاونوني، فهمت عاونونا يعني. أنت الوحيدة اللي بقيت معاها؟ أنت الوحيدة اللي بقيت معاها؟ لا، عندي زوج أخواتي، عندي زوج أخواتي أخرين أونديكابي، إعاقة. أنت لله بالعائلة؟ أنا كل شيء على العائلة، أي ولوج على خدمة. ما تخدم الزاد؟ ساعات نخدم، تيحوا حاسيلو الظروف، الله غالب على العباد منتاليتي كيفاش نتاعهم، حاسيلو نخدم وساعات نخرج وساعات نخدم وساعات نخرج، حاليا مانيش نخدم. معناتها لاهية بيهم هما، لاهي بيهم الداخل ولاهي بيهم زاد البر، يلزمك توفر لهم. صحيت صحيت يعني لحالتي، فهمتني. نطلب من قيس سعيد الرئيس ان شاء الله يا ربي ينظر لنا مش بعين الرحمه، هو 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 باهي يعني، فهمتني. ما عندنا ما نقولوا عليه، ولكن الحاله الاجتماعيه، نحكيو على حالة الحالات الاجتماعيه، ينظر لهم ويشوفهم ويحاول انه يدعمهم اكثر، فهمتني. واللي مثلا عنده مشروع صغير يحاول انه يكبر فيه، فهمتني. عندي خويا اللي هذا انا قلت لك عليه يعني يعاونني، معرس، ومع انه معرس وعنده مسؤوليه نتاع ولاده، والله العظيم كان اللي عامل مشروع مصغر يمشي له ساعات ساعات ما يمشيلوش، فهمتني. وزيد تدخل عليه الاداءات والواحد والقباضه يعني مسكين يتقنج، فهمتني يعني. اليوم معناتها يدولي حسب ما فهمت اليوم انت معناتها تواجه في صعوبات الحياه وحدك في ظل، خلينا نقولوا انه فما كمام غياب للسلطه المعنيه، ماهيش قائمه بالواجب نتاعها، خاصه اذا حكينا على حالات اجتماعيه وحكينا على حالات مرض. وانت تحكي امك عندها اعاقه وعندك زوز اخرين معناتها حتى هم يعانيوا من اعاقه. اي اي اي. بالنسبه للدويات، بالنسبه للعلاج، كيفاش تتصرف؟ والله دويت هاو كان نلقى ونخدم، وقلت لك مع اختي تساعدني هاو كان ناخذ، هذه كان نبقى. والله امي يعني قلت لك 21 او 23 سنه تويك، من عام 2003 هاو نقول لك تحديدا، من عام 2003 صدقني والله العظيم اكل ساعات نلقى لها اني نشري لها يعني ناخذ لها دويت، ساعات ما نلقاش. شنو نكذب عليك؟ ساعات نلقى ساعات ما نلقاش، فهمت. احنا باش نسالوك سؤال، في ظل الظروف هذه الكل اليوم خلينا نسالوك، معناتها ما عادش تخمم في حياتك الخاصه، سي بون العائله وكهو؟ بالطبع انا حياتي خاصه، انا واحده مانيش مش معرسه توا، انا حياتي خاصه وانا عايشه. ما تخممش اصلا انك معناتها تبني حياتك، انك تلقى شريك حياتك، انك ما تخممش. صدقني بالله هي كيفاش نلقى شريك حياتي وحياتي وانا مانيش نخدم، وانا امي واخواتي تعبين في الدار، شكون يقوم بهم؟ شكون يقوم بهم؟ صدقني اكل لي حالات، صدقني ساعات كما قالت المدام قبيله، ساعات نبدا وحدي نبكي وبعدين نغزر نقول يا ربي انت موجود الفوق، فهمت. تبكي على شنو؟ تبكي معناتها على الحاله نتاع العائله، والا على انه انت معناتها سي بون ضحيه وما تنجمش تشوف حياتك الخاصه، ما تنجمش تعرس، ما تنجمش، الخاطر معناتها كل ما تخمم في امك وتخمم في اخواتك، ولا تبكي على الحالات الكل بالوقت؟ على الحياه كلها، على حياتها كلها. نتلفت الأم نلقاها تعبة هي وأخواتي، نتلفت الروح نلقى روحي ضايعة، مانيش عاملة يعني حياة مستقرة عندي يعني. تتمنى أنك كومنت، تتمنى أيها المعتك كما أي امرأة كما أي طفلة تتمنى أنك تتعرس وأنك تعمل تبني حياتك، أنك تستقر، أنك تعمل عائلة. صحيح، أنا نتمنى كما حياة العباد تكون حتى أنا حياتي، فهمت. سبحان الله كل واحد يتمنى انه واحد يكون سند ليه، يبغى يبدا معاه يعني كان يشوفه. انا كي نكبر راني يقدر بعد عمر طويل امي وتمشي واخواتي، انا نبقى وحدي، شكون بيا؟ نمرض، نتعب. سبحان الله كل 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 عمر وليها يعني طبعا. فهمت. هذاك خلينا ايضا نسالوك في الوضعيه هذه، كل كان يتقدم لك شخص مثلا عندك شرط معين، تصور الشرط الاول باش يكون العائله في صورة ما. بالطبع الشرط الاولى نقول له تقبل بامي وبابا الله يرحمه، قلت لك بامي واخواتي، هذاك ديما كان نفكر فيه الحاله هذيك اول
أول سؤال لي أكيد الخير مازال في الدنيا وثم منهم نتصور أولاد الحلال وذوما اللي يرضاو بال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء كل واحد وضعه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا تويكا يعني حاليا والله أختي العزيزة يعني حاليا مانيش نفكر ديما في الحكاية هذه مخليتها الرب سبحانه وتعالى كان جاء نقول مرحبا ما جاش والله والله مع أني ساعات نوصل نتخنق نقول يا ربي تجيب لي شكون ولد حلال يهزني ونمشي فهمت مع أن أمي ديما كي أنا نقوم بها وتحبني برشا تقوم تقول إن شاء الله ربي يجيب لك ولد حلال يعني أكل حاجة هذه خلاها ما بيني وبين ربي كان مكتبة الله الله يعني فيه الرضا والخير كما يقول فيه وإذا كان مش مكتبة لا غالب هذيك هي الحياة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صدقني أنا قديش ضحيت وصدقني يعني جيراننا يعني كلي يقول وكل إنسان هيك يعطيه الصحة ويعطيه القوة إنه ويقف مع أم تصوري أنت رميت حياتي ورميت كل شيء على خاطر أمي وأخواتي على خاطر عايشك ربي يخليك فهمت واكثر ما حسيت بالنقص والواحد بعد ما بابا مشى يعني الله يرحمه كان هو سندي وكان هو اللي واقف بجنبي حتى ان انا نجيش نبكي يقول لي لا بنتي لازمك تقدم ولازمك برشا حاجات تعملها قدام فهمتني يعني كم البو ينجم يعوض بلاصه نمكي تبدا هي معناتها مريضه تبدا ينجم يعوض اي بابا هو متفاهم هو امي الله يرحمه ويحب امي بالقديه بالقديه والحمد لله هكا اللي عيشتهم باهيه وربونا بالباهي وديما يقدموا فينا الحياه وينشطوا فينا يعني ويقولونا قدموا مثالش حتى كان باب مسكر لابد باش يتحلى فهمت والدليل هنا قاعدين حتى ما سمعنا منك انه العائله تبارك لكم متفكر بعضها تعاون في بعضها تساعد في بعضها الحمد لله ايوه صحيح فما برشا تضحيات والحمد لله تجاوزناها صحيح تجاوزناها وبالرغم من مجاوزتنا صارت فما برشا حالات يعني مرض في عائلتي وتعب واحد وكل شيء ولكن الحمد لله يعني كلي تقدمنا وان شاء الله يا ربي نتمنى من قيس سعيد انه شفنا في حكايه ان المعيشه يعني كلي يشوفنا زادة في حكاية الترانسبور يعني المترويت والكيران ساعات يمشوا في وقتهم ساعات ما يمشوش واحد يبقى ملوح بالله كيف أنا أمي تعبة في الدار يعني كي نروح ماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وقتش نريقلها وقتش نعملها هي امرأة كبيرة يعني يلزم لها اللهوة أكثر وأكثر فهمتني وأنا ما نلقاش ترانسبور بالله كيفاش نعمل بالله كيفاش نعمل ساعات نلقى 15% في جيبي ناخذ بها النقل وساعة وبعض الاحيان برشا ما عنديش مانيش نخدم كان جيت نخدم يمكن نريقل اموري فهمت ولكن ما عنديش باش يعني ان شاء الله زاد يكبس عليهم ولا كيفاش نقول يعني كلي يتفاهم معهم انهم يجوا في وقتهم ويكثروا في الكيران وفي المترويت فهمتني على خاطر النقل الترانسبور مشكله فيه مشكله كبيره الشعب التونسي كامل تاهب وصل ولا ستريس